في مثل بيقول لك سبع صنايع والبخت ضايع. احنا سبع صنايع والبخت مش ضايع. الفقرة دي فقرة جديدة اول مرة تحصل في الموسم الثالث او اول مرة تحصل فهي وبس. دايما بنقدم وصفات، وصفات شعر ووصفات بشرة ووصفات كذا ووصفات كذا، لكن احنا بقى الفقرة الجديدة دي في البرنامج بتاعنا ان احنا هنمسك حاجة هيبقى بطل للموضوع، والبطل ده هنقول البطل ده ينفع يعمل ايه في حياتنا. زيت زيتون مرة، جوز هند مرة، خل تفاح مرة، يعني احنا اكتشفنا في البرنامج انه في حاجة ممكن نستعملها في حاجات كتير قوي بتتحط في الجزء في الحتة دي وجزء في الحتة دي وجزء في الحتة دي. فاحنا النهاردة معانا البطل بتاعنا الأستاذ زيت الزيتون. الأستاذ زيت الزيتون ده طلع بطل حقيقي يعني وليه فوائد عظيمة. أستاذ زيت الزيتون احنا ينفع نستبدله في الأكل بتاع الرجيم، لكن ما يسخنش على النار لأنه هيبقى غير صحي. فاحنا لما نعمل اي حاجه بزيت الزيتون نحاول ان هي بيسموها ما تقدحش بزيت الزيتون، لكن زيت الزيتون عظيم جدا في الاكل، عظيم جدا على السلطه، عظيم جدا في الرجيم. ده استاذ زيت الزيتون بره الوصفات دي. اما بقى استاذ زيت الزيتون فمعانا النهارده لتطويل الشعر، لتنعيم الشعر، هنشيل هالات السودا، هنشيل قشر بي، يعني استاذ زيت الزيتون عنده سبع صنايع والبخت مش ضايع. هنبدا باول واحده كاري جوز هند زيت زيتون. هنحطهم على بعض على النار ما يغلوش، يسخنوا. يعني انا لسه كنت بقول حالا في الاكل ان احنا بلاش نسخن زيت الزيتون عشان ما يفقدش الفوائد بتاعته. معلقه كاري، جوز هند، زيت زيتون. هنحطهم على النار لحد ما يطفوا. بعد ما يطفوا تطلعيها بره النار. اول لما تحسي ان هي تمام فروه راسك تعرف تستحملها تحطيها كده وتحطيها، تشوفي كده فروه راسك مش هتبقى سخنه على فروه راسك، تحطيها في فروه الراس وتلبسي البنيه العظيم. ممكن نعمل بيه شعر وممكن ما تعمليش بيه شعر لان ده تطويل. زيت الزيتون ازاي يطول لنا شعرنا؟ فتطويل الشعر ملوش علاقه خالص بالشعر، تطويل الشعر ليه علاقه بالجذور. فلو عايزه تلبسي البنيه لمجرد ان انت عملتي جذور شعرك باستاذ زيت الزيتون والكاري والجوز هند تمام. هنقعد بيه ساعه، وبعد الساعه دي نغسل الشعر كوش واحد فقط لا غير. الطريقه دي ممكن نستعملها من مره لمرتين كل اسبوع. بعد شهر هتلاقي شعرك ان شاء الله باذن واحد احد طول. اما هنا بقى في استاذ زيت الزيتون قرر ان هو يشيل قشره الشعر. ف عندنا زيت زيتون معلقتين، معلقه عسل، معلقه ليمون. بشره الحساسه بلاش تحط ليمون كتير. هنحط الثلاثه دول على بعض برضو في فروه الراس، بس مش في فروه الراس، هنا تقدري تحطي زي ما انت عايزه. هنا عشان معانا ليمون فبنسيب سنتي سنتي وتبتدي تحطي في فروه راسك مرة مرتين كل أسبوع. بعد 15 يوم أستاذ زيت الزيتون هيمشي القشرة تماما. هنا بقى لتنعيم الشعر اللي هو بقى هنعمل إيه من فروة الراس لحد طرطوفة الشعر بعد ما نقص الشعر في الفقرة اللي فاتت. عشان كده قلت لوسيم لو سمحت بفضلك ما تحرقيش الفقرة اللي جاية. ده بقى هيطير الشعر جدا، هينعمه جدا، عظيم جدا. عسل على زيت جوز هند على استاذ زيت الزيتون، معلقتين استاذ زيت الزيتون على معلقه جوز هند على معلقه عسل. اخيرا انا مش عارفه انتوا جايبيني ده ليه يا جماعه، ده 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 بنعمل بيه ايه؟ ده نخليه للاخر ده. طيب رضوى، انا ضوافري ما بتطولش، ضوافري بتتكسر، ضوافري بتشقق، ايه الحل؟ استاذ زيت الزيتون برضو حقيقي معانا في الموضوع، معانا في الحوار. ميه دافيه طبعا مش ميه سخنه عشان الميه السخنه هتبهدل ضوافرنا. ميه دافيه ونحط معلقه اتنين استاذ زيت الزيتون تمام؟ معلش ثانية هنا كده، انتوا جايبين ميه كتير قوي يا جماعة. نحط معلقة كمان زي ما انتوا شايفين استاذ زيت الزيتون كده
قاعد معانا في المايه، لو سمحتوا جايين الكاميرا تخش على استاذ زيت الزيتون، حتى تاخدي ضوافرك تحطيها في المايه على زيت الزيتون وتبتدي تعملي زي ما انا بعمل كده، بس طبعا مش وانتي حاطه مانيكير عشان هي مش هتوصل خالص للضوافر. تقعدي تعملي، بصوا شايفين انا ازاي زيت، تقعدي تعملي كده اهو بالطريقه دي في كل ضوافرك اهو كده، وبعدين تقومي حطاها تاني دقيقتين وتقومي شايلاها، تخلي كل جذور ضوافرك تشرب زيت الزيتون. ثم لو انتي مش خارجه، لو جوزك مش راجع بدري، لو ما عندكيش مشاكل ان حد يشم الريحه الفظيعه، بناخد بصله تحطيها في زيت الزيتون، بعدين تطلعي البصله. انا مش فارق لي، انا بناتي وامي هم اللي هيشوفوني، ما عنديش مشاكل. تقعدي تعملي كده اهو اهي بالطريقه دي. بصوا اساسا المانيكير بقى عامل ازاي، طبعا احنا هنكمل الحلقه كده بس مش عيب. ثم تجيبي حته ليمونه اهو، انا هعملها كده. بصوا انا بعمل ايه، مش على مانيكير اللي انا بعمله ده، يبقى الضافر من غير مانيكير. لو انت عملتي الكلام ده لمده كل يوم لمده اسبوع 10 ايام، الضوافر هتطول. الستات او البنات اللي بتحط مانيكير اسود واحمر وبيعمل صبغه على الضافر هتروح تماما. الليمون ده بيودي اي لون. لما بنروح الكوافير وبنشيل الجلد، ده الطف من ان احنا نروح للكوافير ونشيل الجلد، لان انت طول ما انت بتعملي كده بعد ما ضوافرك بتبوش في الميه الدافيه، ده بيشيل الجلد، بينظف الضافر جدا، بيخليه شكله فريش جدا، بيقويه جدا. عشان الستات اللي بتغسل المواعين كل يوم، الليمون بالبصل بزيت الزيتون بالميه عظيم للضوافر. مشاهداتي عزيزات، النهارده كان معانا استاذ زيت الزيتون. استاذ زيت الزيتون احنا اكتشفنا ان هو بيطول الشعر، بينعم الشعر، بيشيل قشره الشعر، بيطول الضوافر، ينفع نحطه على سلطه واحنا بنعمل الرجيم، ينفع كمان نطبخ بيه، ينفع كمان نشيل الهالات السوداء بيه. لو حطيتي زيت زيتون على سمسم على عسل وحطيتيه تحت عينك كل يوم بعد اسبوع، بيشيل الهالات السوداء. الفقره دي انا حباها جدا، الفقره دي انا حسيت انها فقره شامله. هيبقى معانا البطل وهنقول البطل ده عنده كام دور في الفيلم بتاعه. خليكم معانا وتابعونا عبال ما اغسل ايدي، وما زلنا معاكم وهي وبس.